انطلقت النهارده بشكل رسمي فتره الدعايه الانتخابيه لمجلس الشيوخ والناس اللي مرشحه لهذا المجلس، وبتستمر لحد 8 اغسطس المخصص للصمت الانتخابي، وده طبقا للجدول الزمني المحدد لعمليه الانتخاب لمجلس الشيوخ اللي اعلنتها الهيئه الوطنيه في الانتخابات. وهنا وجدير بالذكر انه تنسيقيه شباب الاحزاب شكلت غرفه خاصه بعمليه تلقي الاسماء الخاصه بالمرشحين لمجلس الشيوخ والعمليه الخاصه بالانتخابات بالكامل، المشاكل اللي ممكن تقابل الناخب، ازاي ممكن يكون في استفسار او سؤال عن شيء معين فيلاقيه من خلال هذه الغرفه، يعني غرفه خاصه بضوابط الدعايه الانتخابيه والتعليمات اللي يجب ان تطبق، وفي نفس الوقت بتوفر على الناخب اي جهد او اي وقت ممكن يعني يضيع اذا ما كانش عنده هذه الجهه اللي ممكن تحدد له الاتجاهات بشكل اسرع. معانا دلوقتي النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، وعنده اكيد سياده النائب الكثير من التفاصيل الخاصه بعمليه الانتخاب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية وتصويت كمان المصريين في الخارج يوم 9 و10 أغسطس وفي الداخل يوم 11 و12 أغسطس، يعني معلومة برضو بذكرها وأنا مع حضرتك، كان في ضوابط للدعاية الانتخابية وحد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ زي ما البيان اللي معايا بيقول، ممكن أعرف الإجراءات بقى اللي متبعة تجاه الضوابط دي اذا ما تم تجاوزها، اذا ما تم التحايل مثلا عليها؟ الحقيقه ان ضوابط العمليه الانتخابيه ورد النص عليها في الدستور وفي قانون مباشر الحقوق السياسيه. المترشح بالنظام الفردي محدد له بحد اقصى 500,000 جنيه في المرحله الاولى، في حال خوضوا جوله اعاده يسمح له ايضا بانفاق حد اقصى 200,000 جنيه. اما بالنسبه للقوائم الانتخابيه فمحدد لها 5 مليون جنيه لانها بتنتشر بين عده محافظات. في كل الاحوال في حساب بنكي خاص بالعمليه الانتخابيه. سياده النائب انفاقه او صرفه المرشح. اتفضل اتفضل، بس يا ريت تعيد المقطع الاخير من الحديث علشان فقدنا التواصل. اتفضل. كل مرشح له حساب بنكي خاص بالعمليه الانتخابيه بيتم فيه قيد اي تبرعات او مبالغ هيتم انفاقها، وايضا بيذكر فيه ما تم انفاقه على العمليه الانتخابيه، وطبعا في عقوبات بتبقى مقرره في حاله تجاوز حد الانفاق، ايضا في عقوبات على مخالفه النصوص الدستوريه وقانون البشر السياسيه المنظمه لضوابط الدعايه الانتخابيه، فلا يجوز للمرشح او القائمه ان تستخدم المصالح الحكوميه او دور العباده او الشعارات الدينيه او الحض على الكراهيه او استخدام بيانات انها الاضرار بشخص الناخب او المرشح. كل دي امور يجب مراعاتها في الضوابط الانتخابيه، بالاضافه لما تم الاعلان عنه من الهيئه الوطنيه للانتخابات بخصوص الالتزام باجراءات الوقائيه التي اعلنت عنها الدوله لمكافحه فيروس كورونا المتجدد، وبالتالي نلاحظ ان طرق الدعايه الانتخابيه انتخابات مجلس الشيوخ الحالي بتقتصر على الدعايه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناحيه، استخدام مكبرات الصوت بعد اتخاذ الاجراءات القانونيه والموافقات الامنيه، ممكن ايضا استخدام البنرات في الدعايه او طرق الدعايه
ضوئيا. هناك العديد والعديد من الوسائل المستحدثه التي قد تستخدم، لكن لا يجوز عقد مؤتمرات انتخابيه فيها تجمعات اداريه خاصه وعندما نكافح فيروس او جائحه عالميه وحريصين على صحه المواطن المصري. شكرا لحضرتك النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.